أهلا بكم. بحث وزير البترول كريم بدوي مع عدد من رؤساء شركات التعدين العالمية تطوير الشركات والأنشطة الاستثمارية على هامش النسخة الثالثة من منتدى مصر للتعدين. يأتي هذا بينما ناقش بدوي مع رئيس شركة ستيمن العالمية للذهب مارتن هوريان ما يحققه منجم السكري للذهب من نتائج وما يحققه من قيمة مضافة في إطار صناعة التعدين المصرية. واتفق الجانبان على تنظيم زيارة قريبة لتفقد سير العمل بالمنجم، كما التقى الوزير وفد شركة أتون ريسورز الكندية وأشاد بجهود الشركة في صناعة التعدين في مصر في ظل ما حققته من نتائج إيجابية مؤخرا، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لتلك الجهود. تابع وزير البترول كريم بدوي الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجاري تنفيذه بمحافظة أسيوط بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول أنوبيك. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال إقامة مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط. وبلغت نسبة تقديم الأعمال الكلية الحالية للمشروع 77% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر 2025، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار وتقليل نحو 40% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج على تقليل الكميات المستوردة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات غداة هبوط خام برنت إلى أدنى مستوى في شهر، حيث ساعد هبوط المخزونات الأمريكية في تبديد أثر مؤشرات على تباطؤ الطلب من الصين. وارتفعت العقود للأجلة لخام برنت بنسبة 1.35% ليصل إلى 81 دولارا و55 سنتا للبريميل. وارتفعت العقود للأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 97% لتصل إلى 84 دولارا و54 سنتا للبرميل، بينما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى 2.48 سنتا لللتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.42% لتصل إلى 2.13 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت مجموعة ميرسك الدنماركية للشحن عن اتساع نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر بما يتخطى مسارات التجارة في أقصى شرق أوروبا ليشمل كامل شبكاتها في المحيط. وحولت ميرسك وشركات الشحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا منذ ديسمبر لتجنب الهجمات التي يشنها قوات الحوثي بالبحر الأحمر. وتسببت مسارات الشحن الأطول مسافة ووقتا في دفع أسعار الشحن للارتفاع، وأوضحت أن الطلب على الشحن البحري لا يزال قويا عالميا مع استخدام الشحن الجوي بما يشمل المزج بين الشحن البحري والجوي، حينما تستلزم الشحنات التي تتأثر بالوقت النقل بسرعة. كشف وزير النفط الإيراني جواد أوجي عن أن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا. ووقعت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم مذكرة تفاهم في يونيو الماضي مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران. وأوضح أن الاتفاق الذي سيمتد لـ30 عاما يتضمن تصدير فائض الغاز الروسي غير المستخدم محليا في إيران إلى دول أخرى، وأن قيمة التعاقد تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويا. أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. ووفقا للبيانات نما الاقتصاد البريطاني 4% في مايو، ويأتي ذلك بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5%. بارقة أمل شقت طريقها في الشارع البريطاني إثر إعلان مكتب الإحصاءات الوطني أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين. وبينما قد تبدو بداية خير للحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كير ستارمر،
إلا أن الخبراء رأوا أن البيانات الأحدث للنمو التي جاءت أقوى من المتوقع لا تعني أن ستارمر وفريقه وجدوا السبيل للخروج من مأزق الإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من الإرث الاقتصادي المتدهور الذي تسلمه، تعهد ستارمر بأنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5%، كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي، من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الاستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين. في الوقت ذاته أكد ستارمر أن هذه العملية ستستغرق سنوات وستتضمن تخصيص جزء أكبر من الميزانية للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية المتعثر في بريطانيا أو حل الكثير من المشاكل الأخرى في القطاع العام على التوقعات طويلة المدى لهيئة مراقبة الميزانية في البلاد. وفور إظهار أحدث البيانات نمو الاقتصاد 4% في مايو، وهو يمثل ضعفي النمو الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع لرويترز، فور ذلك رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو في بريطانيا في 2024 إلى 1.2% من 1.1% سابقا. إلى ذلك ستظل التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل مرهونة بخطوات الحكومة البريطانية الجديدة لتكشف ما إذا كان جزء كبير من التعافي في الآونة الأخيرة مجرد انتعاش قصير الأمد للقدرة الشرائية نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة، أم هو بداية انطلاقة للنجاة من الركود الذي عانت منه بريطانيا لسنوات.